تالي محطتنا الحالية رح تكون مع الفن السابع، وأيضا هذا الفن اللي بيوصل حالات الإنسانية بكافة تجلياتها رح يكون مع فيلم، طبعا حكاية الفيلم الوثائقي عكازة وطن بمناسبة الذكرى 47 لحرب تشرين التحريرية. زينب، الفيلم تم إنتاجه بالتعاون بين مجمع ميهاد للثقافة والإعلام والإدارة السياسية. للمزيد حول هذه التفاصيل تفاصيل الفيلم بصرنا نرحب بالسيد فتحي نظام المشرف العام للفيلم والسيدة غصون ماضي مخرجة الفيلم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يعني فيلم عكازة وطن بالمناسبة الذكرى 47 لحرب تشرين التحريرية، أول شيء إلنا زمان ما شفنا شيء بذكر بهي الحرب المجيدة، خلينا نقول كيف كان تفاعل الجمهور، الإقبال، حسيتوه بأول يوم نعرضه بمكتبة الأسد؟ هلا بداية شكرا لكم وللسادة الجمهور. فيلم عكازة وطن الحمد لله امبارح كان العرض الأول لهذا الفيلم بالتعاون مع الإدارة السياسية، بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الثقافة. نحن صراحة عملنا جهدنا ودعينا يعني عدد من الحضور ضمن هي الظروف اللي نحن عم نعيشها، الظروف الصحية وظروف أزمة كورونا والتباعد الموجود، فهذا الشيء بيعمل هاجس إنه يعني إنه هل حيكون في حضور موجود ويكون موجود بالصالة؟ هلا نحن كنا متوقعين انه يكون في حضور، ولكن هذا الحضور مقبول نوعا ما. تفاجئنا امبارح الحمد لله انه في حضور كثير كبير، تقريبا الصاله كانت ممتلئه بالحضور، كان في تفاعل كثير جيد وايجابي. نحن كجهه منتجه وجهه مخرجه لهذا العمل كنا رضيانين الحمد لله عن العرض الاول لفيلم عكازة وطن. تمام، رح نكفي حديثنا معكم، ولكن رح ننتقل مع مشاهدينا لنتابع مشاهد من فيلم عكازة وطن. يا الله تقي لك اولاد صغار يا رب العالمين. كانت وصيته انه اذا صار له شيء باروته بتسلمها لحيدر. يعني أموره ما مستحيل. فتحوا القبر وجهزوا القبر. أكيد بعد ما شفنا هالمشاهد بدنا نسألك كمخرجة عمل اليوم عن ظروف التصوير. الاسم عكازة وطن كتير ملفت، يعني كنا عم نسألك تحت الهواء أنه شو سبب اختيار هذا الاسم، كيف كان ظروف التصوير، شو الصعوبات اللي واجهتكم بهالحالة الاستثنائية نحن كمان اللي عم نعيشها بظل كورونا كمان؟ صحيح، فيلم عكازة وطن جينا فيلم حطينا العنوان عكازة لأنه الجريح هي قصة جريح مقاوم، صح هي حالة إنسانية لكن هو جريح مقاوم من الدرجة الأولى، كان وراءه عائلة مقاومة أيضا من الدرجة الأولى، زوجته وأولاده. كان الجريح بحالة عجز، بحالة شلل تام، كان عنده إرادة بالحياة، كان عنده إرادة أنه هو يرجع ينهض من أول وجديد. بفترة إصابته، بفترة عجزه، كان عم يتعكز على عائلته، عم يتعكز على أصدقائه، لحتى يقدر يقوم، لحتى يقدر يكمل. لكن هو كان عنده إرادة، قدر يأسس شيء خاص فيه، وقدر أنه هو يعمل مردود خاص فيه لعائلته، لحتى بعدين عائلته هي عم تتعكز عليه. هو ما زال عم يمشي على العكازات لكن العائلة كلها عم تتعكز عليه، عم ترمي كل المسؤولية عليه. رجع هو رب الأسرة، رجع هو معيل لأكثر من عائلة شهداء وعائلة جرحى، لهيك هو صار هلا العكازة المعنوية بس حامل العكازة المادية. أنا بدي بس أضيف أيضا مثل يعني بعد ما تفضلت الست غصون أنه أيضا الوطن هو جريح. يعني خلال السنوات العشر اللي مرينا في جراحة كتير كبيرة على أنه مرت على هذا الوطن، وفينا نشبه الوطن
بهذا الجريح، مثل ما الجريح بيتعكز على العكازات اللي ماسكها بإيديه، فأيضا الوطن هو عم يتعكز على هدول الجنود اللي كانوا موجودين بأرض المعركة والمقاومين. فهو فعلا هو نموذج من النماذج اللي ممكن يعني تكون للمقاومين اللي الوطن عم يتعكز عليهم، فممكن يكون من هذا المنطلق. هيدا الرسائل يمكن اللي نحن عم نوصلها للجمهور ولكل العالم، ويمكن مو بس بسوريا ولكن هي تنطلق من سوريا لكل العالم، هي رسالة جدا سامية خلينا نقول، وتتطلب جهد في إيصالها دائما. المتلقي كل متلقي له طريقة بفهم المواضيع، ولكن الجهود المبذولة كانت والمتضافرة بيناتكم يمكن إن شاء الله حيكون العمل مكلل بالنجاح. خلينا نحكي مع حضرتك عن التنظيم، كيف كانت خلينا نقول، كان أكيد في بروفات كتير لا، وكان يعني قلب التصوير يمكن شاهدته، يمكن مشاهد حية لهيدا العائلة المقاومة اللي تجسدت طبعا بهذا الفيلم. تماما. هلأ الفكرة أنه الفيلم اللي أنتج هو عبارة عن فيلم وثائقي. هلا الفيلم الوثائقي مثل ما بنعرف كلياتنا يختلف عن الفيلم الروائي او الدرامي. هلا هو من اصعب الانواع. تماما. هلا الفيلم الروائي او الدراما بشكل عام هي تعتمد على سيناريو مكتوب بحذافيره، ويقوم الممثلين باداء هذا الدور بشكل دقيق. اما الفيلم الوثائقي فعلا مثل ما تفضلتي، الكادر العمل والانتاج يواجه صعوبات في انتاج الفيلم الوثائقي. الحاله الاولى انه الفيلم الوثائقي هو عم يوثق حاله موجوده بالواقع، صحيح. وهي الصوره لازم تنتقل للجمهور بما هي في الواقع. الشخصيه اللي انت مثلا بتختاريها بصناعه الفيلم الوثائقي هي لازم تساعدك، لازم تقدري انت كمخرجه او كمنتج او ككادر اشراف تطلعي فعلا المشاعر الحقيقيه الموجوده عند هذا الشخص لحتى تنتقل للجمهور. هلا عائله ابو حيدر كانت فعلا عائلة صاحبة مشاعر يعني جياشة مثل ما فينا نقول، قدروا يوصلوا هاي المشاعر. ليس فقط أبو حيدر، حتى أم حيدر يعني زوجته هي كانت مقاومة بامتياز، فأيضا كانت موجودة كبطل إلى جانب أبو حيدر في هذا الفيلم، ويعني وقدرت تقريبا توصل هاي المشاعر كمان بشكل جيد. يعني هاي تقريبا الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها كفيلم. نعم. أنا بدي أسأل كمان المخرجة السيدة غصون، اليوم أنت كسيدة قديه أنت قادرة على إظهار هذا الشق الإنسان والاجتماعي بفيلم وثائقي؟ كيف كانت المقاربة الإخراجية لك بالنسبة للسيناريو وبالنسبة للواقع؟ أكثر شيء نحن هلأ عائلة أبو حيدر هي عائلة موجودة بالواقع، هاي الشخصيات هي بتشبه كتير ناس موجودة بهذا الواقع، فهي حتلامسنا أكثر لأنه هي شخصيات حقيقية، ونحن اعتمدنا مشاهد تمثيلية بالخلال العمل. اعتمدنا على قصة حقيقية صحيح؟ اعتمدنا على قصة حقيقية واقعية، ما في أي سيناريو خارج عن القصة الحقيقية، فنحن حتى دخلنا فيها مشاهد تمثيلية وما استعنا بممثلين خارجيين، كانوا هن أصحاب القصة الحقيقية، هن اللي استرجعوا الحالات اللي صارت معهم، حالة الإصابة، حالة إنه المشي من أول وجديد، هن اللي مثلوا هذا الشيء. فهي كانت مقاربة للواقع لأنه هي بتهم كتير ناس، خاصة أنه الجرحى هن شريحة أصبحت بالمجتمع موجودة، نحن لازم نقدرها، نحن نضوي على إنجازاته مهما كانت صغيرة. فهي الشغلة بتعنى بالواقع، لذلك كانت قريبة للجمهور أكثر، الجمهور تتعاطف معها لأنه هي حقيقية، لأنه هن مثل ما حكى السيد فتحي أنه هن أبدوا عواطف جياشة كتير، أبدوا انفعالات كأنه الحدث صاير بوقتها، لذلك الجمهور حس بالقرب من هاي العائلة. يعني في ناس قالوا لي انه انا حسيت اني انا كنت معاكم عم صور، حسيت انه نحن ضمن فريق هذا العمل، لانه خاصة كان وجود ايضا الجريح ابو حيدر وعائلته خلال العرض وطلع على المنصة، كتير الناس التفت حوله وكتير حسوا انه هن كتير قراب منه. دائما يعني اللي مثل ما بيقولوا اللي ضايق الشيء ممكن يوصله بطريقه امثل للمتلقي. يعني على مدار سنوات حرب كان عندنا تضحيات وكان عندنا دماء مبذوله اكيد، واكيد
هيك افلام بحاجه لانه نحن نوثقها لتبقى بذاكرتنا. يمكن هي شوي حزينه ولكن هي تعبر عن تضحية وبطولة، لنحن وصلنا لبر الأمان. خلينا نحكي قديش نحن بحاجة لنوعية هيدا النوعية من الأفلام الوثائقية. صحيح، مثل ما قلتي نحن صرنا تقريبا 10 سنين حرب، في ألم، في فقد، في جراح. نحن حبينا انه نحن ما نظهر هذا الجريح بحاله عجز، بحاله يأس، انه مثلا نحطه نحن على كرسي يقعد يقول انه انا كثير عانيت او يحكي هي الحالات الصعوبات. اكيد في صعوبات، اكيد في مثل ما قلنا في الم، في تعب، لكن هو نحن حبينا نضوي انه هو قدر يطلع من هذا الالم، قدر يطلع من هي الجراح، يرجع يوقف على رجليه من اول وجديد، ارجع يقدر ياسس مشروعه الخاص فيه. نحن كلياتنا هلا عايشين ظروف اقتصاديه صعبه بالبلد، لازم نحن اللي اخترنا البقاء بسوريا انه نحن فعلا نحاول نلاقي حلول بديلة، نحاول نعتمد على مبدأ الاقتصاد المقاوم لحتى نحن نقدر نكمل بعد كل هاي الصعوبات اللي نحن عم تواجهنا. نحن ما أظهرنا عائلة أبو حيدر أبدا بحالة عجز، ما أظهرناهم بحالة أبدا استسلام، هن واقع عن هيك. نحن حبينا نوصل هاي الرسالة للجمهور من خلال هاي العائلة اللي هي كانت فعلا عائلة مقاومة من الدرجة الأولى، ما عرفت اليأس وقدروا أنه عن جد يوصلوا لمرحلة أنه هن قادرين يوقفوا ويكفوا بهاي الحياة. نعم، ويمكن أكبر دليل على حكيك أنه خلال 10 سنين من الحرب كمان لقينا كتير نماذج كان آباؤهم وأجدادهم مشاركين بحرب تشرين التحريرية. صحيح. وخاضوا التجربة هن، ويمكن صاروا جرحى ومنهم شهداء أيضا. يعني كانت في عزة نفس، في مقاومة هيك بالأصل. خلينا نقول قد اليوم نحن بحاجة لهيك أفلام بهي الظروف اللي عم نمرق فيها. عم نشوف عدة يمكن ناس تخلت عن فكرة المقاومة، أو عدة بلدان تخلت عن فكرة المقاومة والتمسك بأرضها وانتمائها. اليوم نحن كشعب يمكن هذا الكنز اللي عنا يا الباقي حتى نقدر نتباهى فيه. فدي مهم اليوم فعلا نذكر هذا الجيل كيف كنا وكيف مرينا بهالعشر سنين. تماما، سؤال مهم صراحة. لحنطلق من اللي تفضلتي فيه، انه نحن هلأ عايشين على بعد 47 سنة من ذكرى حرب تشرين التحريرية. تمام. ولولا التوثيق اللي صار بهداك الزمن ما كنا نحن عرفنا. البانوراما مثلا هي صرح رائع جدا بذكر بالانتصارات اللي صارت بهذا البلد. هلأ الفكرة، التوثيق هو عبارة عن صناعة التاريخ. يلي بيصنع أو بيكتب التاريخ هو بيقدر يوصل للأجيال القادمة شو كان عم يصير. مثلا نحن خلال هالعشر سنوات نحن لازم نصنع تاريخنا. هلأ غير هيك أنه في حدا غيرنا كمان عم يكتب تاريخ، ليس نحن فقط يعني من نكتب هذا التاريخ. هناك أطراف عديدة تكتب التاريخ، ولكن أصحاب الأرض هم أولى وأحق بكتابة هذا التاريخ من غيرهم. هلأ صناعة أفلام وثائقية هي بتوصل رسائل ليس فقط للجمهور الداخلي، توصل رسائل للعالم أيضا. من خلال أفلام وثائقية نحن نستطيع أن نوصل ما يحدث في سوريا إلى العالم أجمع. فمن هذا المبدأ أنا بدعو أنه يكون في اهتمام صراحة، مثل ما نحن شاطرين بسوريا بالدراما، مبدعين بالدراما، فأيضا لازم يكون في اهتمام بموضوع الأفلام الوثائقية وصناعة الأفلام الوثائقية لنقدر نوصل هاي الرسائل للعالم ونقدر نحافظ على هذا التاريخ ويقرأ الجيل القادم بشكل صحيح. يعني بدنا نتشكر كثير وجودكم معنا، بدنا نتمنى لكم النجاح والتوفيق، وبدنا نقول للعائلة المقاومة وجميع العوائل المقاومة هن يلي سطروا لنا التاريخ بالعز. أكيد نحن بنفتخر بتاريخنا، نحن بنأسف على هيدا الحرب اللي مرينا فيها وعلى الظروف الصعبة اللي نحن عشناها، وخاصة على شبابنا يلي ضحوا بكل شيء يعني لنحن نبقى. وأقل واجب إنه نحن نوثق التضحيات يمكن، وإن شاء الله يا رب هيك منكلل بالنجاح، إن شاء الله بأعمال أخرى أيضا نكتبها بسطور الكرامة والعز. شكرا لكم. إن شاء الله. شكرا لكم. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. الله يخليك. شكرا لوجودكم معنا، ونتمنى فعلا يحقق الفيلم كتير رواج بالمجتمع السوري، خاصة أنه بيحكي عن مقصة واحدة، عن قصص كتير من العائلات المقاومة وأكيد كتير من الجرحى. ونتمنى فعلا أنه تبلشوا تدوروا على قصص من الحرب بالحديثة اللي مرينا فيها ضد الإرهاب حتى نشوفها كمان على السينما بشكل وثائقي وإنساني أكثر. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم. شكرا لكم.